الفترة اللي فاتت تابعنا مشكلة كبيرة حاصلة بين الشيخ مظهر شاهين وبين ندى الكامل طريقة أحمد الفيشاوي. فالنهاردة هنتكلم عن المشكلة ونتكلم على أول رد من الشيخ مظهر شاهين على ندى الكامل. هي قالت له أنت بترفع مقاساتي. رد مظهر شاهين بيقول حاولت إنها تجرني وتاخدني لهذه المنطقة. هنعرف إيه الأخبار وإيه السبب. علق الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم مع التراشق بالألفاظ مع طريقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل بعد ما كتبت له أنت بترفع مقاساتي. قال هي حاولت تجرني لهذه المنطقة ولكني توقفت عن التصريحات بعد ما قالت هذه التصريحات الصعبة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب قال إن ندى الكامل قالت الكثير في حقي على نحو سيء ورغم كده أنا مسامح في حقي. ورد الشيخ مظهر شاهين ان اسباب التراشق بالالفاظ معاها في البدايه قال ظهر الفنان محمد عطيه وتحدث عن نظام المساكنه وان النظام الانسب وانا كتبت بيان وضحت رايي الشرعي في الموضوع دوت وان المساكنه ليس نظام اسلامي وان هذا النظام دعوه للفسق ونشر الفجور في المجتمع. واضاف ان تصريحاتي استفزت احدى السيدات وهي ندى الكامل اللي نزلت صورتي ورد على كلامي وقالت الارض عليها 8 مليارات انسان تلتهم عايشين تلتهم عايشين في فيضانات وجفاف وحرب. اسكت والنبي عشان الارض مش ناقصاك. يا ريت تمارس انسانيتك شوية وتحترم ريحة الدم والحرب والخراب. واوضح ان هو خرج عشان يرد على تصريحاتها دي حتى ليفتن بعض الشباب بتلك الدعوات ولكن الازمة ان الاخت الكريمة دخلت في حالة من الشتائم والسب. وتابع انا رديت لان ندى الكامل تقول ان الحرب والدمار بسبب الاديان وتقول عيش انسانيتك شوية بمعنى اقبل المساكنة. فهو طبعا الكلام ده كلام فارغ وطبعا محدش بيرضى بنظام المساكنة دي لان ده طبعا تحريض على الفسق والفجور طبعا.